ويا مرحبا الجميع، تعالوا نعمل اسكافيلي تشيز ستيك ساندويش، فطر وفلفل الوان وبصل ابيض ولحمه تندرلوين، وتعالوا نعمل فيلي تشيز ستيك ساندويش. على الفرنش بان راح ننزل زيت الزيتون والزبده، وكمان راح ننزل عليهم التندرلوين ستيك. انا مستخدم تندرلوين ستيك لانه اطرى اطعاب اللحمه، وبدي اعطيها بس مجرد كراست من برا عشان تكون شوي كرانشي. شوية معلومات صغيرة عن التندرلوين ستيك. التندرلوين ستيك ما فيه نكهة لأنه ما فيه فات، فإحنا بنضيف عليه المنكهات زي من الخضار أو من الصوصيس أو من هاي الأشياء عشان يعطينا النكهة تاعته. بعد دقيقتين من تقليب اللحمة على الفرنش بان عشان ناخد الكراست، رح أبلش أقطع اللحمة. زي ما أنتوا شايفين اللحمة رير، أنا بديها تكون رير عشان أعرف أقطعها لسلايسز زي ما أنا بدي. وهلا بتشوفوا كيف رح أضيفها على المنكهات اللي هي زي الخضار والصوصيس. على بان حامي راح احط زيت الزيتون وزبدة، واول اشي راح انزل فيه هو البصل. راح استنى لحتى ما البصل بس يتكرمل معي ويتغير لونه للون الشفاف، ما بدي اياه انه يحمر. راح انزل عليه على طول فلفل الالوان واضلني احرك فيه، ومن بعدها على طول راح اعمل زي فتحة في النص وانزل عليه المشرومز واقلبهم مع بعض لحتى ما يصيروا عندي كلهم زي السوتيه. ومن بعدها نزلت اللحم الرير اللي احنا سويناها من شوي وعطيتهم تشويحة بسيطة لمدة 3 دقائق عشان تتنكه بجميع المنكهات. وعلى طول من بعدها راح اسوي للبان دي جليز بالوستشاير صوص. بعدين فصلت الكمية انا هون شوي عشان العيلة عندي ما بتاكل ملح وفلفل اسود، فضفت الملح والفلفل الاسود على باقي الكمية. ومن بعدها نزلت عليها بجبنة جودا الالمانية، حطيتها فوق الفيلي تشيز ستيك ساندويش وطفيت النار وغطيتها عشان الجبنة تسيح معنا. ومن بعدها انا هون مستخدم بوتيتو بانز. هاي البوتيتو بانز شوحتها انا بالدهنة وزيت الزيتون نزل من التندرلوين ستيك، دهنته بالمايونيز وروح ابلش احط عليها الفيلي ستيك تشيز. زي ما حكيت لكم بأول الفيديو إنه التندرلوين ستيك ما فيه نكهة، فأنا هون ضفت الباربيكيو صوص على الساندويتش وقطعتها. هاي الصحن بالآخر، صحتين وعافية.